درت انايا 4 زلايف بحال هادو ديال الماء. دابا غادي نزيد السميده ديال الطرا. مبغيتش ندير هذا الكهرباء المغلد حيت تاخذ لي الوقت وتاخذ لي الطياب، وفي نفس الوقت كيجي غلط بزاف ما كيعجبنيش. كتعجبني هاد السميده هادي ديال الطرا بحال هكا صافي. بما انني درت زلافه ديال السميده ديال الطرا، درت 4 زلايف ديال الماء باش يالله يالله يجيني مع الطيب. انا راه كنفيق بكري هكا دائما، خلاص العرشت راسي غدا نشوف بلاصه كنفيق مع بونبور هكا دار فيا الله. صافي نحركها ونشمع عليها البوطه، نقص عليها النقطه ونخليها طاب على خاطرها. بديت غندير شويه الزيت باش ما تطبخش. صافي المهم كيما درت شويه الزيت بحال كتشوف، درت الزيت البلديه باش ميت عليها البوطه وخليها بحال هكا غطيب على خاطر خاطرها بغا يجي بحال تجي دايبه. ها شنو جداد لكم رشا؟ حداك الحداك يا لالا، هادو راه معمرين وريهم بعدا قول لهم. هادو معمرين بالشكلاط، لي خاف معمرين بالشكلاط. هذا البانكيك بالعسل والبنان كنوريكم بالموس. هادي تقول لها اللي كنقول لها حنا العصيده ديالنا ديال الامازيغ، صايبتها بالسميده ديال الذره كيف ما شاركت معكم الصباح، حيت ما بغيتش نصايبها بهرب الغليظ ديال الذره، ما غاديش يجي زوينه. فاش كتبرد كتولي قاصحه بزاف، حيت حنا غاديين حتى لعند سناء كيف ما كتعرفوا. ايوا صافي دابا كنوجد واحد الشيء اخر. المهم حنا رجينا عند سناء نوريهم. وي 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 الدغميره يا لالا. سناء خاصك شي قميله صغيره من هذه حيت هذه كونتيتي كبيره. هذيك غادي العكس كنت كنقول. والمهم شوفوا الروينه، شوفوا الروينه اللي دارت قبل ما نجيو حنا. هاد الدجاجه خلاتها بزاف. لا بالعكس جا زوينه حمرا الدجاجه. ايوا صافي نقليو من الفريت، نقليو الفريت، نقليو شحال فيا انا من واحد؟ فيا 10. نقليو الفريت، ها شوفي الكيكه اللي صايبت صايبت كيكه. شوفي الشعر. اي هاي هاي مشي على الشعر. مزيغية. صافي وقدت تما الرغايف. مسيمنات ولا ما عرفتش مليويات واش داك الخير. ايوا انا ها هو داك الشيء اللي شفت معايا. صوري. صورت وهنايا القصريه سيسا سيسا. العصيده لا تقدر ديرها في الميكروويف. صافي وانا جبت الحرائر هي اللي ما وريتهمش الصراحه، صايبت حريره وجبت كوكوت هزك لوركي لهي واحد حليتيها قبيله امي امتي امي وركي تما ودوري. وانا المشكله كانت عند ماما هزيت كوكوتي وجيت حريره حريره ولا بالدور نجي غدا لا دوري زيد مازال شويه هكا سدي. ايوا صافي صايبت حريره حتى هي وجبتها معايا وصافي. المهم شويه من عندي وبزاف من عندها وحنا قاضيين وتبارك الله راه الخير هذا. دابا ما تخصيش الماء يلاه نطلعوا نتصايبوا. لا سنة انا تبعتها ما شافتنيش بدات كنقلب على الحمام باش تكسيني عصبتك انا يرمونها قبيله. شوفوا السيدي عاجبها الحال، شوف مبغاش تهبط لها مدارها. ايوا صافي مشات جابت باش تركبها ديال معتمد. شوفوا اللي عقل على شي طريقه ما ينساهاش بينكم انت ترابي وقيل من معتمد. اه حيت كيعيا ورا غير فاش كنا في هذاك ديال سميتو ديال موكب الشموع في سلاره ركبتي غير هو ما درتيش ليه الزيت انتي شدي من هنا. قال لي من الفرماسيه كيفاش قال لي بغينا غير يقلبوا بلاتي بلاتي سنة ما صوبتيش هاتي جري دابا هنا هاك هاك كضحك الاخرى وانت راه عجبها الحال حطت الراس الصقع.
صحا وراه حطيتينا اتاي ما حطيتينا الماس انت اخويا سعيد ما حطيت لنا الماس حط لنا الديسير ديك القضيه ديال راه مزوق شوفوا فيه وخليوه تما تاكلوش هذه لا تاكل شي مريض عطيني نعاود لك نعاود لك واحد القصه خصني تموت مرت شتي سعيد يبقى يدير لك بحال اللي كيدير لي عادي غير يشيبك ايوا انا ما كنشيبش وكا ما خاصكش خوياتك زيد انت سري ها كتخوي بليس الحرام صبقولي مريم كبير كنت فاسي ورا بالك قلت لي يا اختي يا اختي هادي ما كاينش العشوه راه ما عندناش ضياف زعما اي راه انت ضيفه هذيك المره عرفتي الشوك كيفاش كنهضر عندهم لا لا ماشي باغيين يبداو الخدمه راه قلتها لي هو في الفي... ما شافش الفيديو في الكاميرا لا ما مازال جبتي لي باش تصورني وانا نقول لها ودابا الصوت شبعانه غرامه السيده قبل ما تجي لعندي شنو دير قلت لي غنصور ثلاثه نجيب البراد كلشي على الصوص تقول عرفتي شنو بحال ضربت السقف ولقج بجوج مع ذلك راه زربت عليها راه مع الدخله درت ليها الماء تيطيب ضروري ضروري مع الدخله ومع الدخله درت ليها الماء يسخن قال لي هلا نضيع وسكيري صافي سكيري وحق الله لا بلاتي دير فيه لمسات دير فيه لمسات دير فيه القنفل هذاك الشيء علاش جاني في شكل ولكن اتاي اتاي قاطع بعيد عاد خليه القرنفل فرست اول مره ندوق اتاي بالقرنفل عمرك اتاي خصني تجيب الديسير فيه بزاف د الحوايج بان لي بحال النفقه فيه القرنفل اه فيه واحد شويه ديال الزنجبيل اها القرفه شويه ديال المزهر مرة ديما كنسموها تبارك الله يعني داكشي علاش جا هي خربقات في الاول درت فيها اتاي ما خلاتش دير لي الطريق اللي كندير لي كتسبق واقيلا داكشي عاد باش كدير اتاي من بعد لا سسان صاوب صاوب شي كلمه بالشلحه هذيك ما صورتكم لا شنو كلمه بالشلحه انا واحد اللي عيرك ويخليك تبقي حلا بامك دابا الواتساب قلت لها عادي ديك النهار في الواتساب اه راه كان حدايا لا راه كانت قالت لي قلت لي كي صحاب ليا انا عارف سعيد حسن انا سعيد حداك تقول لي بدات برجلها ثلاث بيانا زيدي وكليني الفخور فبازي يلا دي اجي اجي ديري داك التوسيخه اللي صايبنا بسميت عادي لوحي لوحي انا عاد ديال التوسيخه لا بلاتي لوحي لوحي هذيك اللي صايبنا بسميت عادي لهنا تلعبوا دابا هذيك الميدرا ديال التينيس شاده بحال هكا ديك موجدة وي عف التليفونات نوض نوض من البرزة ديالنا غادي نتحي I'm sorry.
أزول أزول اسم كاس اسم كاس مين باركين أزول أقول أقول أسمع أزول اسم كاس إمباركين وين السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي سناء أم تامي درتي ضروري الميكرو سير أختي واليوم أنا غي داخلة أنا ماشي شلحة ولكن المهم شاركنا الدم مع الشلوح وراجلي شلح وولدي شلح وبغيت نعرفوا على التقاليد ديال الأمازيغ وتا هو باش يبقى دائما مي كبر يبقى يعرف وليدات إن شاء الله بهذه السنة الأمازيغية وحتى صاحبتي ياك تشجعنا أن نديروا فيديو مشترك ونصوره وخا الصراحة جا شوية معقد حيت كانت مريضة الحمد لله اللي ولات لاباس وهادشي اللي كاين يا صوتي زوين في الميكرو زوين خلي لي أزولي غدان سكوسة ماينو سكوسة فولكينة سكوسة مباركي كل ما يقال غزير غدران ولا غزاغار وكل سنة متمازل شو لغبر غامس ما يمزل ما يمقر ما يقزل ما يقزيف ما يستيق ما يدني لا ستين سكوسة أمينو أفلو ليك شمس صح دهنا تقول ما يفولكينة بدات للوسن والأفراح المناسبات أبدت في الجيجم أبدت شتمت غوصي فولكين أبدت صام أبدت لين ديويا النون أستر تويم غيونا نميد نستر تويم كل ما يخشن تقيم بدا صح دهنا بخير وعلى خير اعتنا ربي أسكوس هكوني نديت نخل الفيديو أدور تشتم ستماني وما يتقلقوش مني اللي ما كيعرفش الحال ترجم ليكم ترجم ليكم سنة أمازيغية دخل عليكم بالصحة والسلامة وماشي ضروري الناس الأمازيغ هما اللي يحتفلوا بهذا السنة كنا مغاربة وكنا كمان كنا كنبغيو نتعرفوا على التقاليد المغربية ديالنا كاملة جميع المدن واليوم أنا وراشا اتفقنا كنا غنديروها نهار لعب أنا كنا عارف الحمد لله لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى وكما قلت لكم انا وراشا كنا متفقين نهار الاربعاء ان شاء الله غنحتفلوا بالسنه الامازيغيه بما ان راشا هي شلحه سوسيه من امازيغ وانا مزوجه شلح وعندي وليد شلح فكنا غنتفقوا غادي نديروا هكذا نهيا وصافي هادشي اللي كاين وخليناه حتى نهار السبت وليت الحمد لله لاباس المهم كما كتشوفوا هي صايبات هاد التبله او العصيده كل واحد شنو كيقول ليها كتكون بالدرا ديال السميده السميده ديال الدرا السميده ديال الدرا وانايا المهم درت مليميات هي صايبات هذا البانكيك صايبات الكريب انا صايبت كيكه ودرت فيها واحد الشعر درت فيها واحد الشعر هذا الشعار ديال الامازيغ المهم حاولت اي حاجه ندير واحد النجم ديال الامازيغ
Thank you.